استعراض سنوي لأفضل التصاميم الإسكندنافية، إنه معرض ستوكهولم للأثاث والطوى، يشارك فيه 700 عارض، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 40,000، خاصة وأن التصميم الإسكندنافي يحظى بالاهتمام منذ سنوات، وهو أمر تدركه مديرة المعرض سيسيليا نوفاك. التصميم الإسكندنافي متميز ببساطة، وذلك بفضل جودته العالية والأداء الوظيفي ووضوح الشكل، لذا ليس من الصعب أن ينال الإعجاب، ولا سيما بفضل تميزه هذا العام أيضا بالألوان الكثيرة، فالموضة الآن هي قطع الأثاث ذات الألوان الزاهية والأشكال الفضفاضة كالأرائك والكراسي ذات المساند الضخمة. سالكا هالشتروم بونولد، صحفية سويدية مختصة بالتصميم، ترى أن هناك توجها آخر يتمثل بالمظهر المنمق لطاولة الورشات، أثاث عالي الجودة من مواد طبيعية يبدو وكأنه من صنع نجار عادي. تحاول الشركات في المقام الأول التأكيد على أنها تعمل بطريقة مستدامة، حتى أنها تسمح للآخرين بالاطلاع على الإنتاج، فالشركات تدرك تماماً أن الزبائن هنا في السويد والدول الإسكندنافية يدققون جيداً في البضائع قبل الشراء. البيت الأخضر أو جرين هاوس هو مركز المعرض الإبداعي، وفيه يستعرض المصممون الشباب أعمالهم، ويأمل كل واحد منهم أن تتبنى إحدى الشركات تصاميمه وتعتمده كإنتاج بالجملة. هذا ما تتطلع إليه أيضا كاميلا أكستروغ من كوبنهاغن، والتي طورت نظام جلوس جزئي وتشارك بالنموذج الأولي في المعرض للمرة الأولى. أريد هنا كمصممة أن أبرز بأسلوبي الخاص وبتصاميمي، ويهمني أن يرى الناس ما يحركني كمصممة وأن أتحدث إليهم. بالتوازي مع المعرض، يحتضن وسط مدينة ستوكهولم أسبوع التصميم، مصممون محليون يفتحون ورشاتهم وصالات عرضهم كشركة سوبر فرونت التي تخصصت في تحسين أثاث آيكيا. أسست مونيكا بون الشركة في عام 2014، وتصمم شركتها سوبر فرونت واجهات وأبواب لنماذج آيكيا الشائعة، بحيث تأخذ السلعة لمسة متفردة. أصبحت منتجاتنا وسيلة للتعبير عن الذات، وإذا تمكنا من فعل ذلك بطريقة تفردية مميزة فسيكون ذلك أفضل، حينها يمكنني إظهار هويتي بالفعل. في هذا البيت القريب يقع السكن الجماعي، حيث يقيم 10 مصممين من فنلندا وإيسلندا لمدة أسبوع كامل. نحن نعيش هنا، هذا هو اسم المشروع، والذي يساعد على ربط المصممين الشباب ببعضهم البعض والاستفادة من الخبرات المتبادلة. ولتحقيق ذلك حولت صاحبة المبادرة تانيا سيبيلي الشقة إلى واحة تصميم. أردنا خلق بيئة مريحة، وهذا المعرض جاء ضمن فعاليات أسبوع ستوكهولم للتصميم، وهو يوفر بالتأكيد هذه الأريحية، فوظيفته أن يمنح الناس الاسترخاء قبل كل شيء. عودة الآن إلى معرض الأثاث، والذي يركز في هذا العام على الموظفين، وبالتحديد على جعل جلوسهم في المكتب مريحاً. هدية للظهر كما يسميه الباحثون، ولذا سنستخدم في المستقبل مقعداً مرناً دون مسند كهذا، أو ما يعرف بمقعد التلسكوب هذا، وهو أمر ضروري، فطاولة المكتب المستقبلية سيكون ارتفاعها ابتداء من منتصف البطن، ما يتيح تكيف الزبون مع ظروف العمل المتغيرة دائما. نحن مرهونون بالتكنولوجيا التي تتيح لنا التواصل عبر البريد الإلكتروني في أي وقت، بحيث أصبح نمط العمل الكلاسيكي في عداد الماضي، فأوقات العمل اليوم أصبحت أطول وتمتد إلى ساعات متأخرة من الليل أو حتى الفجر. وبالرغم من ذلك، فإن هناك متسعا من الوقت للاحتفال في ستوكهولم وزيارة صالة عرض مهندس الديكور السويدي سيناب على سبيل المثال، حيث يقام على خشبة المسرح عرض للتصاميم الكلاسيكية التي أنجزت خلال العقود الأربعة الماضية، فتصميم شمال أوروبا كان دوما عنوانا للأجواء اللطيفة.